النصيحة اللي نعطيها للمهنيين هي العشرانة أهم نصيحة. يعني هناك عدة نصائح يمكن أن تقدموها للمهنيين، إلا أن نصيحة يعني كبرى والنصيحة مثلى نقدمها للمهنيين هي ضرورة التكيف مع المتغيرات المناخية، ضرورة عشرنة القطاع الفلاحي، ضرورة اليوم استعانة بالشباب الخريجين الجامعات اللي راهم يحملوا أفكار ويحملوا يعني مشاريع جد مهمة. شكرا لكم أنتم كذلك سيدي الكريم.